ينضم إلينا مراسل التغيير من البرلمان محمد فراس. محمد، ما الذي يجري في جلسة البرلمان الآن؟ مجلس النواب يطرح قانون العفو العام خلال جلسة اليوم، هل من المرجح تمرير هذا القانون بأريحية خلال الجلسة؟ نعم، الجلسة بدأت بعد 3 ساعات من التأخير بسبب النصاب القانوني، افتتحت في الساعة 2 بعد منتصف الظهيرة لهذا اليوم، والحضور تجاوز 190 نائب حضروا داخل الجلسة، وافتتحت على أساس هذا الحضور الجلسة بعد التأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. الجلسة أو جدول أعمال جلسة هذا اليوم فيها 6 قوانين كقراءات وتصويت. أهم هذه القوانين القانونان اللذان أخذا صدى واسع في الرأي العام وفي الأوساط السياسية، نتحدث بالبدء عن قانون العفو العام، القانون الإنساني المهم الذي ينتظره الكثيرون ممن هم في السجون ظلما دون أدلة ودون براهين، ممن هم دخلوا السجون على أساس اعترافات جاءت بعد سلسلة من التعذيب الشديد كما يتحدث قانونيون. هذا القانون يخصهم بالإفراج ويخصهم بمنحهم حياة جديدة وانتهاء مظلوميتهم. النواب يتحدثون عن أن هنالك اتفاق سياسي لتمرير هذا القانون، لا توجد هنالك مزايدات سياسية على هذا القانون كما تحدث النواب عن دولة القانون. وأيضا الجلسة الآن مستمرة وسيصل المجلس إلى قراءة هذه المادة. سألتيني عن إمكانية تمريرها اليوم. لن يمرر اليوم، هي فقط قراءة، والقراءة خاضعة في القراءة الثانية إلى أيضا إبداء الملاحظات وإبداء الاعتراضات. القراءة اليوم قراءة أولى، بالتالي هنالك مرونة ووقت أيضا قبل التصويت على هذا القانون. لكن بالمجمل يعني السياسيون النواب يؤكدون على أن السير هو باتجاه تمرير هذا القانون. أيضا قانون أو تعديل قانون الأحوال الشخصية له صداه الواسع الذي انشق على أساسه فريقان. نعم. الفريق وهنا محمد نتحدث عن ردود الأفعال السياسية والشعبية فيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي وصف بأنه ورقة ملغومة لما به من تقسيم اليوم وإحداث لربما نزعة طائفية. نواب المعترضين، أو دعونا نبدأ بالنواب المؤيدين لهذا القانون. نواب المؤيدون يشيرون إلى أن هذا القانون من الممكن أن يمنح مرونة وأحقية على سبيل المثال للأزواج في اختيار المذهب لما قبل الزواج، وهذا المذهب يكون مذهب الزواج يكون ساري عليه الأحكام الكاملة في القانون ما يتعلق بالاستحقاق، ما يتحقق بما يعني الواجبات وغيرها من الأمور اللي يعنيها المذهب المعين، بالتالي يمنح يبعد أيضا الازدواجية في القضاء العراقي كما يتحدث نواب، ويعني يثبت القانون ويثبت القضاء ويمكن القضاء من السير باتجاه واحد دون أن يكون هناك ازدواجية في القرار القضائي. يتحدثون أيضا عن موضوعة التكافؤ الفرص في الحضانة، حضانة الأطفال. هؤلاء النواب المؤيدون يشيرون إلى هذا الاتجاه. أما المعارضون فالاعتراضات في أن لربما يكون هنالك انقسام داخل البيت العراقي، داخل الصف العراقي، تزاوج بين المذاهب المتعددة حينما يتقسم ويكون هنالك اختيار لطائفة معينة على سبيل المثال، وهو المثال الذي أشار إليه أحد النواب، إن كان الزوج من مذهب سين والزوجة من مذهب صاد فإلى من سيكون الاختيار مع وجود مذهبين مختلفين؟ يعني إن كان للزوج من مذهب سين فمذهب صاد لا يعتقد على سبيل المثال بهذه الحقوق وليس له معتقد بهذه الواجبات وليس له معتقد بما يشير إليه المذهب سين، بالتالي يتحدثون عن أن ربما يحدث
التفكك داخل الأسرة وداخل المجتمع. هذا اعتراضهم. الاعتراض الآخر أيضا عن موضوع الزواج القاصرات. القانون العراقي يشير إلى أن الزواج للنساء يكون في السن 18، وفي السن 15 إن كان هنالك استثناء قضائي من القاضي المعني وأيضا بموافقة ولي عهد المرأة، بالتالي 15 سنة باستثناء قانوني. أما ما يشير إليه التعديل كما يتحدث نواب إلى أن الزواج سيكون متاح للسن 9 ولسن 10 بعد البلوغ، وهو يعتبر بحسب القانون الحالي زواج قاصرات. هذا الاعتراض الأهم الذي اعترض عليه النواب. أيضا هنالك اعتراض على إمكانية القانون في تعديله، يجيز إمكانية إن كانت المحكمة لا توافق على قضية معينة يمكن الزواج بطريقة شرعية عن طريق الشيخ أو عن طريق المأذون بعقد القران، بالتالي تلغى الغرامات المالية والعقوبات التي تلحق تأخير توثيق العقد في المحاكم العراقية. هذا اعتراض النواب على هذا القانون. كما تحدثت الفريقان، هنالك معارض وهنالك موافق، حتى أن المعارض اليوم توجه لجمع تواقيع نيابية، ووصلت التواقيع إلى ما يزيد عن 100 توقيع نيابي لرفع من جدول أعمال جلسة اليوم، ورفع هذا الطلب. أيضا هناك نواب ذهبوا شخصيا من المعترضين بالتأكيد إلى هيئة الرئاسة وطلبوا رفع هذا القانون من جدول أعمال جلسة هذا اليوم. نعم. إلى الآن الجلسة مستمرة بنقاشات، وتم التصويت أيضا على مجموعة من الفقرات وهي مستمرة إلى غاية الآن، وننتظر الوصول إلى مراحل متقدمة والوصول أيضا لقراءة القراءة الأولى لقانون العفو العام. المنتظر من الجميع، أتحدث عن العوائل التي لديها مظلومي داخل السجون وحتى الذين لا يملكوا الذين ليس لهم مسجونين، الجميع ينظر إلى هذا القانون بنظرة إنسانية، ينظر إلى هذا القانون بنظرة فرصة فرصة لبريق أمل للمظلومين لأن يبدأوا حياة جديدة بعيدة عن القضبان، بعيدة عن السجون، بعيد عن الظلم. فبالتالي الكل ينتظر هذا القانون على أحر من الجمر لرفع المظلوميات عن من هم مظلومين داخل السجون، خصوصا أن هنالك قانونيون يتحدثون على أن هنالك الكثير من القضايا والكثير من القرارات القضائية أخذت على أساس اعتراف شخصي دون أن يكون هنالك شهود. نعم. بالتالي هذا الاعتراف يكون مبني على أساس تعذيب قسري واعتراف وحديث شفهي للخلاص من العذاب، وهم المقصودون تحديدا لربما في هذا القانون، وهم المستفيدون الأكبر المظلومين داخل السجون العراقية. نعم مراسل التغيير من البرلمان محمد فراس، شكرا لك.